محطتنا الختامية نور لليوم مع الراحة النفسية، نوع من أنواع الرياضة والتدريب النفسي والكنترول والتحكم بالنفس واللي هي اليوغا. وكتير بنسمع عن قديش ممكن الشخص يقدر يتحكم بحياته، ممكن يغير موده وكل شيء من خلال اليوغا. رح نتعرف على تفاصيل أكثر أكيد مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو هنا عرب، وهي مدربة دولية باليوغا. صباح الخير. صباح النور مسكار، يعطيك العافية. مساء صباحك. خلينا نحكي بالبداية عن أهمية اليوغا من الناحية الجسدية والنفسية. يعني كلياتنا فعلياً عم نتعرض لضغوطات اجتماعية معيشية قاسية، وتحديداً آخر 10 سنوات بعتقد ما في حدا اليوم بسوريا ما أنه مضغوط جداً بشكل مستمر. تمام، بس بدايةً خلونا نعرف بدايةً هيك نعطي تعريف مختصر لليوغا. اليوغا حقيقةً هي علم واسع جداً، ويعني هي من التقاليد الهندية القديمة ترجع لأكثر من 5000 سنة وأكثر حتى. يعني اليوغا هي شو الهدف منها؟ بتهدف لاكتشاف شعور الاتحاد مع ذاتنا بداية، بعدين الاتحاد مع الكون يلي نحن جزء منه. كيف يكون الاتحاد مع الذات بحيث نحن نفهم يعني التناغم بين جسدنا وفكرنا وروحنا؟ بهل نحن بس نصل لمرحلة الاتحاد مع ذات بيكون وصلنا للسلام الداخلي، منه نصل للسلام الخارجي يعني الاتحاد مع الطبيعة يلي نحن منها وبنرجع لها. فشو الفوائد اللي عم تقولي اهميتها على النواحي الجسديه والنفسيه؟ كونه اليوغا هي ما انا بس يعني مثل ما مفهوم عنا انه والله تامل او تمرين بسيط او تمرين فقط جسدي، او بعض بيقول مثلا هي فقط تمرين تنفس، هي مجموعه، بدايه هي مجموعه من المبادئ، بعدين تجي تمارين جسديه، تمارين تنفسيه، تاملات. فهي كلها التمارين الجسديه بتهدف يعني تجي تتناول كل عضو من أعضاء الجسد. لما نحن بدنا نشغل كل أعضاء الجسد فهي بتكون معالجة للعديد من الأمراض، مثل أمراض الربو، أمراض القلب، الجهاز العصبي، الجهاز الهضمي، أمراض الظهر، الكتفين. هدول الأمراض اللي الظهر والكتفين بسبب التشنجات عم تصير والضغوطات اللي عم تصير، كمان الاكتئاب، القلق، التوتر. فهي فوائدها للنواحي النفسية والجسدية. طيب استاذه هنا او كوتش هنا اذا فينا نقول، خلينا نحكي عن تفاصيل اكثر يمكن الناس ما كلها بتعرفها. هل في عمر معين لانا بلش اتعلم اليوغا؟ هل في شيء معين مثلا بيقولوا لك كل ما الواحد كبر بيصير اقرب انه او يفهم انه يتعلم يوغا اكثر؟ هل هذا الشيء صح ولا لا؟ انا فيني الاطفال حتى يتعلموا يوغا. بصراحه المراه الحامل هي بجنينه فيها من وقت نبلش باليوغا، لانه نحن نعرف الطفل هو بالرحم يعني بيشعر باللي حواليه. فهي حتى في تمارين للمرأة الحامل، فهي لما بتعمل هذا الشيء بينعكس على الجنين، بيجي الطفل بداية. طبعا هو حتى نحن ما بدنا نقول أول شيء أنه أنا من البداية ما بلشت معناتها ما بلش، لا، إمتى ما بدي بلش، لأنه هي بتناسب جميع الأعمار. فهلأ بدنا نرجع أنه على الطفل، من الطفل فينا الطفل يعني شلون هو من بداية أول سنة، هو عمره 2، شلون هو بده يبلش جديد؟ لانه احنا قلنا اليوغا هي ما بس تمارين، هي مبادئ وتقنيات. فمثلا شلون بده يكون تعامله مع الاسره، مع الوالدين، بعدين بس يصير بالمدرسه مع زملائه بالمدرسه، يعني حتى الطريقه اللي انه هو بده كيف بده يشيل الشنطايه تبعيته، هي بتعلم اليوغا كل شيء. نجي للذكور، للاناث، حتى لذوي الاحتياجات الخاصه اليوغا موجوده تمارين خاصه فيهم. حتى الكبار يعني بالعمر، يعني مو شرط انه انا مثلا صرت عمري 60 50، ما في اعمار بال70 بتجي جديده تبلش، لانه هي حسب استطاعه كل حدا وحسب قدرات جسده. يعني ما بدنا نقول انه انا ما عندي تمطيط، ما عندي ليونه فائقه بجسدي، معناتها انا ما بدي كمان روح لليوغا، لا، حسب استطاعه كل حدا وحسب ظروفه وحسب مجاله. طيب خلينا نحكي، فينا نمارس اليوغا بالبيت؟ يعني مو اي حدا في يروح على النادي او يسجل عند كوتش، يمكن صار نوعا ما الانترنت متاح للكل، يعني العالم بتحاول تطلع تستكشف تعرف، ولا في اسس لازم بالاساس نبني عليها وبعدين نلجا لليوغا؟ طبعا هلا اليوغا هي بكل مكان بتنعمل، لانه مثل ما قلنا بتنعمل بالبيت، بالطبيعه، بالجيم، وين ما بدنا، لانه هي مجموعه من الجسديه، تمارين تنفس، تاملات، استرخاء. بالبيت اكيد نقدر نعمله، بس في حسب استجابه الشخص وحسب وعي هذا الشخص. هلا الشخص في ناس وعيهم ما شاء الله عليهم من النت، بيعرفوا مثلا مدرب انه اوكي، فبيتابعوا مع هذا المدرب، بس بحيث هو لازم يعرف انه حسب جسده، عنده مرض معين مثلا، عنده ديسك على سبيل المثال، هو لازم يراعي هذا الشيء. اذا الشخص ما عنده هذا الدرجه من الوعي، لازم هو يتابع مع مدرب بدايه على الاقل 2 3 4، يعرف هو شو جسده يتطلب، شو هو احتياجاته من اليوغا. التمارين
التنفس مثلا حسب هو بجوز بيوم قدر يعملها يعني، فوقتها حسب الشخص واستجابته بعدها يقدر يطبق بالبيت. طبعا بالبيت بس حسب في شروط تتوفر، مثلا الهدوء، الاكسجين بيكون متوفر لانه احنا عايشين على الاكسجين، هو غذاء العقل يعني. احنا ما انه قصدي انه المكان دوما يكون مفتوح، بس يكون تهويه دائمه يعني مرتين على الاقل نهوي البيت نحن بشكل عام، يعني انه نحن عم نستهلك الاكسجين. فلولا الاكسجين لان تمارين اليوغا هي تترافق مع الشهيق والزفير، فبنستهلك كميه منيحه من الاكسجين. وهذا اللي كان بدي اسالك عنه، في كثير ناس بتربط اليوغا فقط بالطبيعه او انه هو المكان الافضل الى انه الشخص يمارسها بالطبيعه، ولكن اذا انسان ما انه قدران يطلع مثلا، ما عنده وقت، ما عنده قدره لاسباب معينه، هل بيقدر يعملها بالبيت؟ شو الجو الافضل؟ مثلا الجلسه مثلا لازم يكون على مثلا كنبايه ولا على الارض؟ شو الافضل دائما؟ هي التفاصيل اللي بتخطر ببالنا. تمام، هلا اول شيء اكيد اذا قدرنا بالطبيعه اكيد يعني حسب افضل، ولكن اذا ما قدرنا باكر حسب. تمام، بالبيت شلون؟ هلا الاشخاص اللي عندهم الم بالركبه هدول اوكي على الكنبايه على هي حسب، ما بيقدروا لانه يقعدوا ويطعجوا. تمام، في تمارين خاصه لهم حتى يعني تمارين مناسبه لهم. يفضل نحن اذا ما عندنا مشاكل بالركبه اكيد على الارض، لانه الارض هي بتمتص كل الطاقات السلبيه، ما هي الارض هي الام يعني. هن نحن كل ما لامسنا شيء من الطبيعه، تراب، ارض، نحن هي عم تمتص من جسدنا، لانه نحن حاملين من جسمنا من مكونات الطبيعه. فاكيد على الارض افضل يعني، يفضل نحن نعملها على الارض، يكون في مات مشان ما يسبب عنا الم. اذا ما عن اذا عندنا مشكله مثل ما قلنا على الكنبايه، ومثل ما حكينا انه يكون الجو مهيئ، مثلا يكون عندنا بس على الاقل انه هدوء مثلا بالغرفه اللي بدنا نعملها. كمان حسب، مثلا في ناس يقولوا ما عم نفضى، طب اوكي ولو خمس دقائق ولو عشر دقائق ولو ربع يعني. مثلا اذا ما قدرنا تمارين جسديه بكل اليوم بالاسبوع مرتين، تمارين التنفس فينا نلاقي لوقت، مثلا خمس دقائق عشر دقائق باليوم. على فكره نحن مثلا اذا تمرين جسدي نحن عم نشوف التلفزيون فينا نعمل، اذا مثلا تمرين جسدي. هلا اغرب التمارين ليش نحن نقول هدوء بصراحه؟ مشان نكون مركزين على ذاتنا. لانه انا مثلا بدي اعمل التمرين على سبيل المثال حركه، انا مثلا بدي اعمل انحناء للخلف، فانا بدي راعي اللي عنده مشكله مثلا بالفقرات بده يراقب جسده. لهيك نحن نفضل انه نكون مراقبين لنفسنا. بس اذا تمارين بسيطه بتنعمل نحن عم نشوف التلفزيون للمفاصل، لانه تمارين اليوغا بتشمل كل مكان، حتى هدول الاصابع في حركات يعني. مثلا هدول نحن وقاعدين هدول كثير منيح لامراض السكري مثلا، اصابع الرجلين نعمل هالحركه مثلا. ففينا يعني حسب بنلاقي، حسب وقتنا، حسب استطاعتنا، حسب جسدنا، حسب نحن شو جسدنا بيتقبل، عندنا مرض ما عندنا مرض. لهيك يفضل بدايه بس نستشير مدرب، انا عندي هالمرض هذا بيصير ولا ما بيصير. طيب خلينا نحكي، ايمت ممكن نلاقي تغيير ملحوظ من اليوغا على نفسنا؟ يعني لما اقول انه انا صار لي فتره معينه ملتزمه ببعض التمارين ان كان تنفس او تمارين جسديه، ايمت فيني المس هيدا التغير لو كان بسيط او جزئي؟ اول شيء بيرجع للشخص هو وصبره، لانه اي شيء نحن عاده بسيطه اذا انت يوم مارستيه يومين بعدين ما عدتي مارستيه بتتركيها، صح؟ هلا اي عاده نحن بتتطلب 21 يوم لتترسخ بالعقل الباطن لتصير عاده من طبيعتنا. الشخص اللي بيستجيب واللي بيمارس، هلا الشخص اللي بيساوي بالاسبوع مرتين بيختلف عن الشخص اللي بده يمارس كل يوم. صحيح. الشخص اللي بده يساوي بالاسبوع ثلاث مرات بيختلف عن الشخص، فحسب كل شخص وحسب كل شخص هو تركيزه على التمرين وحسب النسبه اللي عم يساويها، فبتختلف من شخص لشخص، من وعيه، من استطاعته لممارسه اليوغا. طيب استاذه هنا كمان خلينا نسال عن، مؤخرا كان في لكم مشاركه بمهرجان. تمام، خلينا نحكي عن هذا المهرجان والمشاركه اللي كانت فيه. تمام، هلا المهرجان العالمي لليوغا او اليوم العالمي لليوغا شو هو؟ ب 21 حزيران تم يعني من 2015 بلشوا باول يوم عالمي لليوغا احتفلوا فيه، اعترفت فيه الامم المتحده. فالسنه كان اليوم العالمي الثامن لليوغا. شو هو؟ مثل اي شيء نحن في عندنا مناسبه وعيد، اليوم العالمي لليوغا هو ب 21 حزيران، فعاليات متعدده. تمام، ليش اختاروا؟ نحن السنه هي عملناه بطرطوس، هو بيتم بعده محافظات احيانا بالتعاون مع السفاره الهنديه، مجموعه من المدربين نحن متخرجين من الهند بالتعاون مع السفاره الهنديه واحتفلنا فيه بطرطوس. ليش اختاروا 21 حزيران؟ لانه هو يعتبر اطول يوم بالنصف الكره الشمالي، بحيث يكون شروق الشمس فيه اكثر يوم بهذا اليوم. فهو بيفيد ممارسي اليوغا حسب، لانه كلنا بنعرف قد الشمس لها فوائد نحن، مو لما تكون قويه الشمس بيكون بهيدا النهار. كيف؟ اطول شروق للشمس. تمام، ب 21 حزيران. فهو شو الاهميه من اليوم العالمي لليوغا؟ تشجيع الناس، تعرف الناس شو هو، بنعرف الناس على شو هو البروتوكول المشترك لليوغا، وانه نوسع مفهوم اليوغا على اوسع نطاق ممكن.
اكيد بالختام بدنا نشكرك على وجودك معنا، بنتمنى لكم التوفيق اكيد بمحطاتكم القادمه. شكرا كثير لك. شكرا لكم، شكرا لقناه الاخباريه والتنويه على موضوع اليوغا وعلى اهميه اليوغا. شكرا لكم. شكرا لك ويعطيكي الف عافيه. الله يعافيك.